هذه مهزله ايضا جيده من المهازل ديال رئيس مجلس الجمعيه المدينه المحمديه. كيف ما كتشوفوا الان يعني غياب تام للمكتب، وغير يعني هذا الغياب غير مبرر وغير مفسر. كيف ما كتعرفوا ان القانون المنظم للجماعات يعني كيمنح الاحقيه النواب الرئيس انهم يعني تولوا المهام ديال تسيير المجلس، فاذا بك لقاو هنا غياب تام ديال الاغلبيه ديال مجلس الجمعيه المدينه المحمديه الغير المبرر. ربما ان هذه الخطوه هذه كتسعى لها دائما المعارضه من اجل اخذ موقف سياسي والتعبير على موقف يعني ضد المجلس، فاذا بهنا كنلقاو اغلبيه الرئيس، والرئيس هو اللي كيدعو لعدم عقد الدوره، وبالتالي هذا ضرب لحقوق المواطنين واهانه للمستشارين واهانه للمدينه المحمديه. لا يصلح 100%. انا من من من, من الدوره الاولى قلت لهم بان هذا السير هذا غير صالح للسير. نعم. الى اين مدينه المحمديه؟ انتم كتشوفوا كصحاب، شوف شوف ماشي كيتكرر السيران. والغريب في الامر هو ان عجله التنميه في المدينه واقفه على عجله الاستثمار واقفه، البنيه التحتيه ما كاينش جديد، المدينه يعني في تدهور تام، وهادشي راجع للسياسه العناديه ديال رئيس مجلس الجمعيه المدينه المحمديه. ما كنعرفوش علاش كياخذ بحال هاد المواقف هاد. كنلتمس منه انه يتدخل له هو السيد وزير الداخليه، لان هادشي اصبح لا يطاق. ريحان سعيد، عضو في جامعه المحمديه، وعضو في العماله وفي الغرفه وفي المطرح. السؤال ديالي اللي بغيت نوجه، علاش اليوم كاينين النواب ديال الرئيس، علاش ما سيروش الجلسه؟ ها وحده، علاش جابوا، علاش واش خلعوا هاد الناس ديال الجوطيه اللي كانوا دايرين لهم باش يحضروا يجيو بالكتله وداك الشيء؟ نديروا الرئيس مريض، وين كاين النواب ديالو؟ كاين الاول الثاني الثالث الرابع، علاش هاد الجلسه علاش تاجل؟ علاش هاد الجلسه تاجل؟ ثاني حاجه، علاش هاد التليفونات كيخدموا البارح كيعلموا الناس كيقول لهم ما تجيوش بلا ما نذكروا الاسماء ديالهم، علموا الناس البارح في التليفون قال لهم ما تجيوش، علاش؟ وهذيك اللجنه اللي كنتي بغيتي ما بغيتي باش يجيو لك ديال الجوطيه، كنتو ديروا لهم لجنه حيت ما عندكش اختصاص هذا الرئيس باش دير الاختصاص، تأمن لهم ديك 7 المليون باش يخلصوها، ماشي انت اللي كتخصصها، كتخلصها اللجنه وكتقرر عليها، واللجنه كتصرف فيها العماله وكتصرف فيها الجماعه، جوجهم كيصرفوا فيها باش تقنن هذاك الثمن، هذاك الشيء اللي درتي لهم ماشي. وثاني حاجه، ملي بغيتي تقنيه عاود لهم الهيكله، صوب لهم الجوطيه، صوب لهم البلايص، باش حتى دخلتي لهم الفلوس، لا دخلتوا لهم الفلوس ما يحسوش، ما يعرفوش راسهم راه، حيت كاين الحانوت اللي كيسوى غير 2 مليون تم، كاين الحانوت اللي كتقول ما تسوى 40 مليون ولا 50 مليون، وين كاين الحوانت اللي 200 ما غاديش يخلص باش يخلص هذاك السيد. واش عاودتي ليه الهيكله باش تدخل ليه ويكون محمس؟ صوب ليه البلاصه والطواليط وكل عنده الحانوت، زيدي 10 المليون غادي يقول لك راني ربحت واحد 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 العوانت. ثاني حاجه، انا اللي كنقول لكم، انا شوفوا مدينه المحمديه راه ما تزادت فيها والو، مدينه المحمديه راه ميته، وانتم راكم كتشهدوا، انتم الصحافه كتشهدوا، باش نقول لكم ماشي كنقول انا حيت باش يعطيني انا شي اعظم منه لهم، يعطيهم ولا ما يعطيهمش ولا شغله، ما عنديش مشكل انا في ذاك الشيء. انا كندوي على المدينه ديال المحمديه اللي تهملات، مدينه شريفه وفيها ناس، فيها ناس شرفه، انا ما كنقطعش النيه ديال شي واحد، مدينه شريفه وغابه. شوف دابا 3 سنين، انا كنقول لك انا 3 سنين، انا عضو دابا 3 سنين، ما عمرني شفت شي بوله تزادت، ما عمرني. اه انا كنقول لك انتخابات غادي تعرى اللي تعرى، وكنطلبوا الله يبعدنا منهم كاع، يخليهم منهم الكارثه اللي كيديروا. انا بغيت نفهم، ما تزادت شجره، ما تزاد كودرون، ما تزادت بوله، ما تزادت نظافه، ما تزادت كل شيء. والنظافه عباد الله، والنظافه وخاصها تكون عندنا 360 خدام اللي خاصها تكون في الشركه ديال الزبل، كاينه 140 خدام ناقص دوك الخرج اللي خرجوا لهم تريت، مشاو بحالهم اللي ما بقاوش رسموهم 3 سنين، 3 سنين ما بقاوش كيرسموهم، 3 سنين ما بقاوش كيرسموا الخدامه تو البارح. زائد الكسوه، كانت الشركه الاولى كتعطي 4 ديال الكساوي، 4 الموظفين، 4 لهذوك الناس اللي كيشطبوا، دابا كسوه وكيقول لي نهار يبغي ينزل، كاين نهار كيبغي ينزل كيبغي يحطها، نهار كيبغي يمشي بحاله كيقول لي بغيتي الشيك، ارى ديك الكسوه المشرقه.
وكيبدلوا في الكونتيرير، ما كيبدلوش، ما داروش كاع البلاصه اللي كيجمعوهم. واش نتوما قدكم الله كار ما قدرتوش ديروا مين اللي يجمع هذوك الناس مساكن ويدخلهم للديبو ويبدل ويدوش ويخرج من تما مدوش مالو؟ دفتر تحمد لا دفتر تحملات خاص الرئيس يشوف اشنو دايرين. راه دايرين كل عام نرسموا 40 واحد، كل عام يرسموا 40 هاد الشركه ديال الزبل. وعاده بلاتي وعاده الخلاص ديالهم البارح، راه حتى البارح عاده داز لهم الخلاص، حتى البارح عاده داز لهم الخلاص. عنده اللي عنده تريته ديال البارتمون اش غدير ليه البنكه؟ غتزيد عليه واش غتزيد عليه ما غتزيدش عليه؟ البارح راه 6 في الشهر، راه 6 كانوا كيتخلصوا في المجلس السابق، راه كانوا كيتخلصوا نهار 29 30 كيتخلصوا. دابا راه ما كيتخلصوا، ما تخلصوا حتى البارح. سير شوفوا البوردولو ديالهم زائدوا داك البريم اللي كانوا كيعطيوهم حيدوه لهم. علاش؟ كيدفعوا للتيران للشباب، كيدوا للشباب. والشباب شكون اللي كيتمولها؟ راك عارف هو الرئيس ديالنا. ماشي كيتمول الشباب، ما تقطعش. هو الرئيس ديالنا اللي كياخذ الصندوق شنو اللي كيمشي، هو الرئيس. ماشي حنا كندويو على الشباب، كندويو على اللي كيسير الفلوس. مدير الشركه، مدير الشركه راه هو الرئيس. وراكم كتشوفوا الشباب راه هبطات، راه حيت ماشي الخاطره تهبط، راه ماشي الخاطرها. بلاتي وخليني نكمل. والشباب المحمديه كانت درجه ديال الرئيس باش يوصل لهاد المناصب دابا. وهاد الرئيس كانت الناس حنا ثقنا فيه، حنا ثقت فيه، صوتنا وجرينا، قلنا غادي يبادر المحمديه، وها وجهنا وجهنا. لا عمرنا ما وقفت عليه، انا ما كنقولش على شي عضو، انا لا عمرني وقفت لي على شي حاجه ديالي يقول لي راك جيتي، ولا لا عمرني مشيت لدارو نقول لي راه مشيت لدارك. انا ما كنمش، انا نصوت مع بيدي بجوج وانا بشرط تبان لي المدينه. واش تبع عجبكم هذيك المهزله؟ سيروا بعدوا منها كاع الشباب، بعدوا منها، خليوا الشركات اللي بغاو يعطيوها يعطيوها. والشركه ديال الزبل كتعطيك زبالات الفلوس، كتدفع لك التيران، والتيران كتخلصوا الجامعه. اسمع باش تعرف، التيران كتخلصوا الجامعه، الموظفين ديال الجامعه، الضو ديال الجامعه، كل شيء ديال الجامعه. التيران هذا ديال التيران، المال ديالو فين وفين كيمشي هذا المال؟ صوتنا على 500 مليون في 500 مليون. وعدل ديال العماله، فين هي الفلوس اللي كتمشي؟ وهاد الشباب علاش علاش هاد الفلوس كتمشي؟ إلا ما كانتش هاد الشباب واقفة على هاد الفلوس، حسن ما هاد الميزانية راه كنعطيوها ديال المواطن، راها ديال المواطن، راها ديال المواطن. سير دابا دخل الدروبة، عادوك دوك اللي كيشطبوا ديال الما فيها لا رشاشات لا والو، فين السيتانات اللي كيرشوا الماء؟ كيشطبوا ماشي باش ما يقولش راه الماء حق الاقتصاد ديال الماء، هادوك اللي كيشطبوا بلا ما. هادوك السيتانات كاينة وحدة اللي كتمشي حدا سيد العامل هي اللي فيها الماء. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.